أصحاب السمو الملكي، أخي العزيز فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أخي العزيز قداسة البطريرك برثلماوس والبطريرك المسكوني، السلطات الدينية والمدنية المحترمين، سيداتي سادتي، أحييكم تحية قلبية وأشكركم على حفاوة الاستقبال ولعقد منتدى الحوار هذا الذي تم تنظيمه تحت رعاية صاحب الجلالة ملك البحرين. يتخذ هذا البلد اسمه من المياه المحيطة به. في الواقع كلمة البحرين تذكر ببحرين اثنين، لنفكر في مياه البحر التي تربط بين الأراضي وتوصل الناس بعضهم ببعض وتربط بين الشعوب البعيدة. يقول المثل القديم: ما تقسمه الأرض يوحده البحر. وكوكبنا الأرض إذا نظرنا إليه من أعلى يبدو وكأنه بحر أزرق واسع يربط بين شواطئ مختلفة. من السماء يبدو أنها تذكرنا بأننا عائلة واحدة، لسنا جزرا بل نحن مجموعة واحدة كبيرة من الجزر. هكذا يريدنا الله العلي، وهذا البلد مجموعة جزر مكونة من أكثر من 30 جزيرة، يمكن أن يكون رمزا لهذه الإرادة الإلهية. ومع ذلك فنحن نعيش في أوقات فيها البشرية المرتبطة بعضها مع بعض كما لم تكن من قبل تبدو أكثر انقساما وغير متحدة. يمكن أن يساعدنا اسم البحرين في متابعة تفكيرنا. البحران الذين يشيران هما المياه العذبة في ينابيعها الجوفية ومياه الخليج المالحة. كذلك نجد أنفسنا اليوم أمام بحرين متعارضين في مذاقهما. من ناحية العيش المشترك بحر هادئ وعذب، ومن ناحية أخرى البحر المرير من اللامبالاة وتشوبه العلاقات التي تثيرها رياح الحرب وأمواجه المدمرة والمضطربة بشكل متزايد والتي تهدد بهلاك الجميع. وللأسف الشرق والغرب يشبهان بصورة متزايدة بحرين متخاصمين، لكن نحن هنا معا لأننا عازمون على الإبحار في البحر نفسه، واختيارنا هو طريق اللقاء بدلا من طريق المواجهة وطريق الحوار الذي يشير إليه هذا المنتدى. الشرق والغرب من أجل العيش الإنساني معا. بعد حربين عالميتين مروعتين وبعد حرب باردة ظل العالم فيها حابسا أنفاسه مدة عشرات السنين وسط صراعات مدمرة في كل جزء من العالم، وبعد أصوات الاتهام والتهديد والإدانة ما زلنا نجد أنفسنا على حافة الهاوية في توازن هش ولا نريد أن نغرق. نحن أمام وضع تناقضات غريبة. من جهة غالبية سكان العالم يجدون أنفسهم موحدين بنفس الصعوبات ويعانون من أزمات خطيرة في الغذاء والبيئة والوباء بالإضافة إلى العبث المتزايد بكوكبنا، ومن ناحية أخرى عدد قليل من أصحاب السلطات يركزون في صراع حازم من أجل المصالح الخاصة. يحيون اللغات القديمة لغات الحرب ويعيدون رسم مناطق النفوذ والكتل المتعارضة. وهكذا يبدو أننا نشاهد سيناريو مأساوي وكأنه وقوع في الطفولة في الحديقة الإنسانية. بدلا من أن نعتني بهم ونهتم بالكل، نلعب بالنار وبالصواريخ والقذائف وبأسلحة تسبب البكاء والموت، ونغطي البيت المشترك بالرماد والكراهية. هذه هي العواقب المريرة إن وصلنا في زيادة التناقضات ولم نعد إلى أن نكتشف من جديد مقدرتنا على التفاهم، وأن استمرارنا حازمين لفرض نماذجنا ورؤانا الاستبدادية والإمبريالية والقومية والشعبوية، وإن كنا لا نهتم بثقافة الآخر، وإن لم نستمع إلى صرخة عامة الناس وصوت الفقراء، وإن لم نتوقف عن التمييز على طريقة
المعنوية بين صالح وشرير، وإن لم نجتهد في أن نفهم بعضنا بعض ولم نتعاون لخير الجميع. هذه الخيارات موجودة أمامنا، لأنه في عالم معولم لا يمكن أن نتقدم إلا إذا وضعنا أيدينا على المجاديف معا، لأننا إن أبحرنا وحدنا ستتقاذفنا أمواج البحر. في بحر الصراعات العاصف لنضع أمام أعيننا وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، ففيه أمل للقاء مثمر بين الغرب والشرق، مفيد لشفاء الأمراض فيهما. نحن هنا مؤمنون بالله وبالأخوة، لنرفض الفكر العازل وطريقة النظر إلى الواقع التي تتجاهل بحر البشرية الموحدة، لنركز فقط على التيارات الخاصة فيه. نريد تسوية الخلافات بين الشرق والغرب من أجل خير الجميع، من دون أن نغفل الانتباه إلى فجوة أخرى آخذة في النمو بثبات وبصورة مأساوية، وهي الفجوة بين الشمال والجنوب في العالم. ظهور الصراعات يجب أن لا يجعلنا نغفل عن المآسي الكامنة في الإنسانية، مثل كارثة عدم المساواة، حيث يختبر معظم الناس الذين يسكنون الأرض ظلما غير مسبوق، ومصيمة الجوع المخجلة، وكارثة تغيير المناخ نتيجة إهمال العناية بالبيت المشترك. حول هذه القضايا التي تمت مناقشتها في الأيام، قادة الديانات لا يمكن ألا يلتزموا ولا يقدموا المثل الصالح. لنا دور محدد، وهذا المنتدى يوفر لنا فرصة أخرى في هذا الاتجاه. هذا واجبنا، أن نشجع الإنسانية ونساعدها على الإبحار معا، فهي في الوقت نفسه مترابطة، وبقدر ما هي مترابطة فإنها متباعدة بعضها عن البعض. لذلك أود أن أحدد 3 تحديات نابعة من وثيقة الأخوة الإنسانية وإعلان مملكة البحرين الذي كان موضوع تفكيرنا في هذه الأيام. إنها الصلاة والتربية والعمل. أولا، الصلاة التي تلمس قلب الإنسان، وفي الواقع المآسي التي نعانيها والتمزقات الخطيرة التي نختبرها وعدم وجود التوازنات التي يعاني منها العالم المعاصر، مرتبط بعدم التوازن العميق المتأصل في قلب الإنسان. فالخطر الأكبر لا يكمن في الأشياء أو في الوقائع المادية أو في المنظمات، بل في ميل الإنسان إلى الانغلاق على جوهر كيانه، على الأنا وعلى جماعته ومصالحه السخيفة. هذا الميل ليس عيبا في عصرنا فقط، فقد وجد منذ كان الإنسان إنسانا، وبعون الله يمكن علاجه. لهذا فإن الصلاة وانفتاح القلب أمام العلي أمر أساسي لتطهير أنفسنا من الأنانية والانغلاق والمرجعية الذاتية والأكاذيب والظلم. الذين يصلون ينالون السلام في قلبهم، ولا يسع المرء إلا أن يكون شاهدا له ورسولا وداعيا إليه بمثاله أولا، رفقاؤه، حتى لا يصيروا رهاء لوثنية تحصر الإنسان فيما يبيعه أو يشتريه أو ما فيما يلتهي به. عليه أن يدعوهم إلى أن يكتشفوا من جديد الكرامة اللانهائية المطبوعة في كل واحد منا. الإنسان المتدين، إنسان السلام، هو الذي يسير مع الآخرين على الأرض ويدعوهم بلطف واحترام إلى أن يرفعوا نظرهم إلى السماء، ويحمل في صلاته مثل البخور الذي يرتفع إلى العلي جهود جميع وشدائدهم. لكن لكي يحصل هذا الأمر، هنا
مقدمة لابد منها أو شرط لابد منه هو الحرية الدينية. يقول إعلان مملكة البحرين أن الله هدانا إلى عطيته الإلهية، عطية حرية الاختيار، فلا يمكن لأي شكل من أشكال الإكراه الديني أن يقود الشخص إلى علاقة لها معنى مع الله. كل نوع من الإكراه يتنافى مع جلال الله وقدرته تعالى، لأن الله لم يسلم العالم إلى عبيد بل إلى مخلوقات حرة يحترمها احتراما كاملا. لذلك لنلتزم حتى تكون حرية المخلوقات مرآة لحرية الخالق العظمى، وحتى تكون أماكن العبادة محمية ومحترمة دائما وفي كل مكان، وتكون الصلاة محمية لا يوضع أمامها أي عائق. ولا يكفي أن نمنح التصاريح والاعتراف بحرية العبادة، بل من الضروري أن نصلي إلى تحقيق الحرية الدينية الحقيقية. وليس كل مجتمع فقط، بل كل معتقد مدعو إلى أن يتحقق من نفسه في ذلك. إنه مدعو إلى أن يسأل نفسه، هل يفرض قيودا من الخارج على خلائق الله أم يحررها من الداخل؟ هل يساعد الإنسان على أن ينبذ التصلب والانغلاق والعنف؟ وهل يزيد في المؤمنين الحرية الحقيقية لكي لا تقوم بأن تفعل ما يبدو لك ويسرك، بل أن نعد أنفسنا لعمل الخير الذي خلقنا لله؟ لا. تحدي الصلاة يخص القلب، وتحدي الثاني هو التربية، يخص أساسا عقل الإنسان. يقول إعلان مملكة البحرين أن الجهل هو عدو السلام. هذا صحيح، لأنه حيث تنقص فرص التعليم يزداد التطرف وتتجذر الأصولية. وإن كان الجهل عدو السلام، فإن التربية صديقة للتنمية. شرط أن تكون تعليما يليق حقا بالإنسان الكائن الديناميكي وذي العلاقة. إذا لا يكن التعليم تزمتا ولونا واحدا مغلقا، بل ليكن منفتحا على التحديات وحساسا للتغييرات الثقافية، وليس ذات المرجعية عازلا، بل منتبها لتاريخ وثقافة الآخرين، وليس جامدا بل دائما في حالة بحث لكي يشمل جوانب مختلفة وأساسية للإنسانية الواحدة التي ننتمي لها. وهذا يسمح لنا خصوصا بأن ندخل إلى قلب المشاكل دون أن نحل، أن ندعي أن لدينا الحل، ودون أن نحل المشاكل المعقدة بالقول أنها بسيطة، بل أن نكون مستعدين لمواجهة الأزمة دون أن نستسلم لمنطق الصراع. في الواقع لا يليق بالعقل البشري أن يسمح لمبررات القوة بأن تسود على قوة العقل، ولا يستخدم أساليب الماضي لحل المسائل الحالية، ولا يطبق المخططات التقنية أو ما يلائم الساعة على تاريخ الإنسان وثقافته. هذا يتطلب منا أن نتساءل وأن نضع أنفسنا في أزمة، وأن نعرف كيف نتحاور بصبر واحترام وبروح الاستماع، وأن نتعلم تاريخ وثقافة الآخرين. هكذا يتم تربية العقل البشري وتغذية التفاهم المتبادل، لأنه لا يكفي بأن نقول أننا متسامحون، بل علينا حقا أن نفسح المجال للآخرين، نعطيهم الحقوق والفرص. إنها العقلية التي تبدأ بالتربية، والأديان مدعوة إلى دعمها. على وجه التحديد أود أن أؤكد على ثلاث أمور تربوية ملحة. أولا، الاعتراف بالمرأة في المجال العام وفي التعليم والعمل وممارسة حقوقهما الاجتماعية والسياسية.
إذن هذا بوثيقة الأخوة الإنسانية. وهذه التربية في هذا المجال كما في المجالات الأخرى، وهي الطريق من أجل التحرر من الموروثات التاريخية والاجتماعية المتناقضة لروح التضامن الإخوي الذي يجب أن يتميز به من يعبد الله ويحب القريب. ثانيا، حماية حقوق الأطفال الأساسية حتى يكبروا وقد تعلموا ووجدوا المساعدة اللازمة والمرافقة ولا يكون مصيرهم في أنياب الجوع والسعات العنف. لنربي أنفسنا لننظر إلى الأزمات والمشاكل والحروب بعيون الأطفال. ليست الطفولة الساذجة بل بالحكمة بعيدة النظر، لأنه إن فكرنا فيهم فقط سيظهر لنا التقدم في البراءة بدل الربح، وسنساهم في بناء مستقبل يليق بالإنسان. التربية التي تبدأ في خلية العائلة تستمر في سياق الجماعة والقرية والمدينة. لهذا أود أن أؤكد الأمر الثالث، التربية على المواطنة وعلى العيش معا في الاحترام وضمان القوانين، وخصوصا على أهمية مفهوم المواطنة نفسها الذي يقوم على المساواة في الواجبات والحقوق. لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعاتنا والتخلي عن الاستخدام الإقصائي لمصطلح الأقليات الذي يحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد لبذور الفتن والشقاق، ويلغي استحقاقات وحقوق بعض المواطنين الدينية والمدنية، ويؤدي إلى ممارسة التمييز ضدهم. وهكذا نأتي إلى آخر تحد من التحديات الثلاثة، وهو العمل. ويمكن أن يقول قوى الإنسان، يقول إعلان مملكة البحرين أن الدعوة إلى الكراهية والعنف والفتنة هي تدنيس لاسم الله تعالى. يرفض المتدينون هذا الكلام دون أي تبرير. يقول بقوة لا للحرب التي هي تجديف على الله واستخدام العنف، ويترجم هذه اللا بصورة متسقة في العمل، لأنه لا يكفي أن نقول أن هذه الديانة مسالمة، بل من الضروري أن ندين ونعزل العنيفين الذين يسيئون إلى اسم الله أو إلى اسم الدين. ولا يكفي أن نبتعد عن التعصب والتطرف، بل يجب على العمل في الاتجاه المعاكس. لذلك يجب أن نوقف دعم الحركات الإرهابية بالمال أو بالسلاح أو التخطيط أو التبرير أو حتى بتوفير الغطاء الإعلامي لها، ويجب اعتبار ذلك من الجرائم الدولية التي تهدد الأمن والسلم العالميين. ويجب إدانة ذلك التطرف بكل أشكاله وصوره. الإنسان المتدين، رجل السلام، يعارض أيضا السباق إلى التسلح وشؤون الحرب وسوق الموت. لا يدعم التحالف ضد أحد ما، بل يدعم طرق اللقاء مع الجميع دون الاستسلام للنسبية أو للتوفيقية المعتقدات من أي نوع، ويسلك طريقا واحدا فقط، هو طريق الأخوة والحوار والسلام. هذه هي أجوبته عندما يقول نعم. أيها الأصدقاء الأعزاء، لنسلك هذا الطريق ولنفتح قلبنا لأخينا ولنتقدم في طريق المعرفة المتبادلة، لنوثق الروابط بيننا من دون ازدواجية ومن دون خوف، باسم الخالق الذي وضعنا معا في العالم، حراسا على الإخوة والأخوات. وإن تفاوضت قوى مختلفة فيما بينها من أجل المصالح، المال واستراتيجيات السلطة، لنريهم نحن أن هناك طريقا آخر ممكن للقاء، وهو ممكن وضروري، لأن القوة والسلاح والمال لن يصنعوا مستقبل سلام إطلاقا.
لننتقي إذن من أجل خير الإنسان وباسم من أحب الإنسان الذي اسمه سلام، لنشجع المبادرات العملية حتى تكون مسيرة الأديان الكبرى دائما فعالة وثابتة أكثر لتكن ضمير سلام العالم. الخالق يدعونا إلى العمل وخاصة لصالح الكثير. إذن أنا أدعوكم جميعا لوقف الحرب في أوكرانيا ولنرفع المفاوضات للسلام. الخالق يدعونا إلى العمل وخاصة لصالح الكثير من مخلوقاته الذين ما زالوا لا يجدون مكانا كافيا في أجندات الأقوياء، الفقراء الذين لم يولدوا بعد، كبار السن، المرضى والمهاجرون. إن كنا نحن الذين نؤمن بإله الرحمة لا نستمع إلى الفقراء ولا نكون صوتا لمن لا صوت لهم، فمن يفعل ذلك؟ لنكن على جانبها إلى جانبهم ولنعمل على مساعدة الإنسان الجريح والواقع في الشدة. إن فعلنا ذلك سنجذب بركة الله تعالى على العالم ليوحد خطواتنا وقلوبنا وعقولنا وقوانا حتى تكمل عبادتنا لله بمحبتنا الأخوية والعملية للغير، لكي نكون معا أنبياء العيش معا وصناع الوحدة وبنات السلام. وشكرا.